من هون من وسط مدينة إدلب المئات من السوريين نزلوا على ساحات التظاهر ليأكدوا تضامنهم الكامل مع أهالي غزة ومع قطاع غزة اللي عم يتعرض اليوم لحرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبصمت دولي مقيت. في سبيل الله نمضي، في سبيل الله نمضي، في سبيل الله نمضي، نبتغي رفع اللواء، نبتغي رفع اللواء، سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جماعا نمنعهم. هيا إدلب اختل غزة، هيا إدلب اختل غزة، يا فرحة في بلاد العزة. مدينة إدلب اليوم جريحة ورغم هيك هي اليوم عم تتضامن مع الغزي وعم تناصرهم. ايش هذا الشيء بيعني لك علي؟ رغم الجراح، رغم الألم، رغم القصف، رغم التهجير، رغم التدمير، القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى. القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية والإسلامية الأولى. نحن والله لولا هذا العدو الغاشم الذي حال بيننا وبين غزة وفلسطين لا رأيتمونا واقفون لجنبهم ليلا ونهارا، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش رسالتك اليوم لأهل غزة الصامدية رغم كل شيء عم بيصير فيهم؟ رسالتي لأهل غزة، الله الله في الرباط، الله الله في الجهاد، الله الله في ثبات. اثبتوا يا أهل غزة، والله ثباتكم ثباتنا، والله نصركم نصرنا، والله دماؤكم دون دماءنا دون دماءكم، وأرواحنا دون أرواحكم. واذهبوا إلى مواقع والفيديوهات التي تخرج من غزة. رجل قتل من عائلته، 40 رجل من عائلته. لن نرضى بشفر محتل، لن نترك شفرا للذل، ستمر الأرض وتحرق. ايش اللي دفعك تجي تشارك في هاي الوقفة اليوم؟ حياك الله. طبعا يعني قضية فلسطين هي قضية الأمة الإسلامية كلها، فنحن جينا يعني نوقف مع أخواننا في فلسطين، فالدماء الموجودة في فلسطين كلها تمديدات لليهود والنصيرية وكذلك الأمر. نحن ما الفلسطينيين عم يتقتلوا كذلك النصيرية عم يقتلوا فينا، فالعدو واحد. فلذلك وقفنا لأن الأقصى هو قبل المسلمين جميعا وهو قبلتنا، وإن شاء الله وتعالى عما قريب نرى فتوحات النصر التمكين لإخواننا في فلسطين وتحرير الأقصى بإذن الله تعالى. ايش رسالتك للغزي من هون من ادلب اللي هي نفسها ايضا عم تنقصف وعم تنقصف من ايضا من عدد النظام والروس والايرانيين؟ ايش رسالتك للغزي اليوم؟ رسالتي للغزي، اهل غزي اصبروا وصابروا، ترى انتم الشعب الجبار، شعب الخير باذن الله تعالى، نصر على ايديكم ان شاء الله وتعالى، نامل من الله جل في علا في القريب العاجل نصر وتمكين وعز الاسلام والمسلمين، وهذا والله يعني هذا يقين بالله تعالى. المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعه حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم، لكم سنوات تقاتل اليهود، الان ان شاء الله مرحله قتال اليهود تحرير الاقصى باذن الله تعالى. يا عشاء الشهاده، يا عشاء الشهاده، فاعل فاعل ايادي، فاعل ايادي. من مدينة إدلب المدينة اللي عم تنقصف واللي لسه عم تتعرض للقصف من ميليشيا الأسد وإيران والاحتلال الروسي، إلى مدينة غزة، إلى قطاع غزة اللي عم يتعرض اليوم لأبشع جرائم الإبادة والمحرقة والمذبحة من الاحتلال الروسي. الجرح واحد والقاتل واحد وإن اختلفت الهوية. هذه هي الرسالة التي يوصلها اليوم المئات من السوريين الذين احتشدوا هنا في ساحات التظاهر بمدينة إدلب للتضامن مع أهليهم وإخوانهم في مدينة غزة التي تتعرض اليوم لأبشع أنواع المجازر والجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدعم من المجتمع الدولي الصامت عن تلك المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني. عبد الرزاق سرجاوي، راديو الثورة، مدينة إدلب.